مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم المؤشر الاقتصادي. موضوع الليلة يعني جدلي وحساس، لكن لابد من أن يطرح. السبب هو الجدل الذي يسببه هذا الموضوع كلما خرجت الحكومة لتسعيرة جديدة شهرية للمحروقات، الطاقة وأسعارها، يعني بدها صفنة ولا لا؟ أكيد. معي ضيفي سيد فراس البلاسمة، وهو خبير ومتخصص في قطاع الطاقة، وأيضا سيكون معي على الهاتف السيد جواد عباسي، وهو محلل اقتصادي وأيضا متخصص في موضوع الطاقة. طبعا أسعار المحروقات في الأردن لماذا ترتفع بينما بالعالم يعني لا ترتفع؟ دائما تطل علينا الحكومة بمقارنات مع دول أخرى، لكنها لا تنجح في أن تكسب إلى صفها المعركة. التسعيرة الشهرية مثيرة للجدل، ما بعرف إذا في بالعالم آلية تشبه الآلية التي لدينا، لكن التسعيرة الشهرية تجلب للحكومة الشكوك وتضعها دائما في مرمى النيران. سنبدأ الآن بمناقشة تفاصيل هذه القضية، لأنها بصراحة بسبب الرفعة الأخيرة أثارت جدل كبير. أهلا وسهلا، مساء الخير سيد. أهلا وسهلا فيك، شكرا. لماذا ترتفع أسعار الطاقة في الأردن؟ يعني ليش؟ بينما يعني المواطن بشوف بقول لك طيب برا أسعار مش مرتفعة، النفط بنزل، شو الآلي؟ إيش السبب؟ طبعا الآلية بالنسبة لنا بالأردن غير واضحة أبدا. نعم. ما في معيار معين، وخصوصا معدل الأسعار الحالي بالوقت الحالي يعتبر مرتفع جدا جدا. ارتفاعات النفط بسيطة جدا، وإذا نعم. أخذنا على المدى البعيد فالنفط متجه بنحو الانخفاض 1,000,000%، لأنه كل التوجهات العالمية على الطاقة متجددة. أنا قرأت تحليل قبل فترة بسبب الفيروس التحور الجديد، أسعار النفط باتجاه النزول الهبوط. هو مش بس ولا هم الحكومة رفعتها مشان لما تنزل ما تنزلش كتير. لا، هو حتى لو نطلع برا نطاق كورونا وجائحة كورونا، التوجهات العالمية بالاتجاه نحو الطاقة المتجددة. نعم. إذا اتجهت نحو الطاقة المتجددة معناته أنا عم بلغي كل المحطات الكونفنشنال الموجودة عندي. نعم. وعم بتجه حتى بوساطة النقل تبعتي للكهرباء. نعم. إذا أخذنا معدل أو عملية توزيع الطاقة الأولية بعنا بالبلد بالأردن، فرح نلاقي 35% من الطاقة الأولية بتروح. نعم. على النقل 30% بيستهلكوا قطاع الكهرباء. نعم. وعندي 10% القطاع الصناعي، 15% قطاع المنزل، و 10% قطاعات أخرى. نعم. فأنا الحجم الكبير موجود عندي بقطاعين، ما بين النقل وقطاع الكهرباء وقطاع المنزلي. نعم. هذول لحالهم 90-80%. نعم. فمعناته إذا أنا اتجهت نحو الطاقة النظيفة، أنا 35% أو 30% بصرفها على قطاع الكهرباء راح تختفي، وال 35% اللي عم بصرفها على قطاع النقل المفروض انها تختفي. فمعناته التوجه العالمي عم بحكي لك انه على المدى البعيد انه النفط حاليا بغرفه الانعاش، وعلى طيب مدى 10 سنوات. يعني اذا تحقق ذلك، يعني انا كاني فهمت من كلامك انه هنا يعني السبب وراء مقاومه الطاقه المتجدده في الاردن سبب مالي. يعني اذا احنا رحنا على الطاقه المتجدده واختفت البنود اللي انت حكيتها اليوم، منين بدنا تجيب الخزينة 1,000,000,000 دينار سنويا ضرائب محروقات؟ ومع انتشار السيارات الكهربائية ومع انتشار السيارات الهايبريد، اليوم العالم كله عم شركات يعني عم تتسابق في إنتاج هذا النوع من السيارات. بس برضو المواطن بيسأل ليش ترتفع؟ هل في تفسير إنه ليش لماذا يتم ارتفاع؟ هل هو سبب مالي ولا فعلا حقيقة إحنا كله في استيراد عالي جدا، ولا إيش الأسباب؟ 100% السبب مالي بحت، والدليل على ذلك إذا بنرجع للموازنات الدولة زي ما أنت حكيت. نعم. مع سبيل المثال موازنة 2019 كان في عندي دخل من إيرادات النفط تقريبا 1,000,000,000 دينار بطريقة مباشرة، و 500,000,000 دينار بطريقة غير مباشرة. نعم. فالإيرادات فعليا كانت 1,000,000,000
و500 مليون. وإذا بتيجي على الأرقام الصادرة من وزارة الطاقة ومن شركة كهرباء الوطنية، نعم، بس وبتضرب الأرقام بنسبة الربح اللي محددتها الحكومة، فرح تلاقي الأرقام فعليا تتجاوز 2 مليار و200 مليون. نعم نعم، فالأرقام كبيرة جدا. إذا أنا كدولة بدي أتجه نحو الطاقة المتجددة، لا تستطيع الخزينة أن تضحي فيها. إحنا قاعدين نحكي عن 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 نسبة عالية جدا من ميزانية الدولة. نعم. طيب. إنه الدولة كدولة صعبة. بتفكر إنها تفرض أيضا ضريبة على الطاقة المتجددة التوليد، يعني بدهم يفرضوا ضريبة أيضا على الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة هي واقع حال يجب التعامل معه. فيجب أن تكون هناك استراتيجية من قبل الدولة أنها تتعامل مع الطاقة المتجددة أنه واقع حال، هو هذا الواقع راح يحل محل الطاقة الكونفنشنال. طب خليني أناقش أنا وياك معادلة التسعير. يعني أنا حاولت جهدي أفهمها، يعني واستشرت كثير من الخبراء، مركبة. إيش رأيك أنت، كيف بتقيم للتسعيرة؟ وهل في العالم في زينا يعني بيعملوا تسعيرة شهرية زي هاي؟ أبدا. حتى التوصيات اللي كانت تطلع من المجلس الاقتصادي كان دائما لهم عدة سنوات بوص الدولة أن يكون التسعير السنوي وليس شهري. نعم. وأنك في تسعير يومي مثلا عصبي. نعم. بس إحنا مش سوق حر، احنا لسه ما وصلنا. ما هذا السؤال الثاني، لماذا لا تنسحب الحكومه من التسعير؟ لانه الدوله مستفيده جدا. تترك العوامل، طيب تاخذ عليه ضريبه، بتترك العوامل العرض والطلب بتاخذ عليه ضريبه زي كل العالم. هي الدوله حددت السقف الاعلى للسعر، وانه على شركات التوزيع اللي موجوده في البلد انها تلتزم بالسقف الاعلى الضريبه من السعر على الكميه، ولا على الكميه، ضريبه ثابته. بس هو حددت ضريبة على على كم انت بتستورد، فهي حددت ضريبة على الكمية بس. طيب وضريبة على المعادلة التسعير، انت اشرح لي اياها اذا انت فكيتها. مستحيل. هل استطعت ان تفك شفرتها؟ مستحيل، لانه يعني بالرغم من خبراتك وبأهلاتك. مستحيل، لانه مهما طيب حاولنا نشرحها هم باخذوا معادلة برميل برنت، برميل برنت مع عدة باع البحر المتوسط على اندكسز معينة. يعني ما في لها تفسير. حتى لو حاولت انك تجرب وتطلع معك ارقام للارقام اللي هم لا. بيحكوها، فما راح تزبط. مش زبط. انا مستغرب من هو صاحب العقل اللي يعني بالغ الذكاء اللي اخترع هاي التسعيره. يعني يا ريت يدلونا عليه حتى نستطيع ان نستضيفه بالبرنامج ويشرح لنا، يشرح للعالم وللناس كيف تم وضع هاي انت لاحظ اذا احنا شلنا ضريبه الحكومه نعم. على المشتقات النفطيه، فسعر النفط عندنا راح ينزل، او سعر التنكة البنزين سواء كان 90 ولا 95، وعلى سبيل المثال 95 راح تنزل اكثر من النص، لانه لا. الضريبه على كل لتر بنزين على 95 53 قرش، ضريبة عالية كثير. 53 قرش بينما على 90 37 قرش. يعني هي انا يعني بديش اقارن، بس بتشارك مع الاتصالات بتاخذ 65 قرش على كل دينار. ضريبة البنزين انت بتحكي هذا 53 قرش لل 95 و37 قرش لليتر. لليتر لحقه 87 قرش. لحقه 87 قرش. فهي بتاخذ 37 قرش، معناته 50 قرش سعره بالسوق المفروض يكون هيك. نعم. بينما البنزين 95 فهو دائما اعلى من 90 بقرشين، قرشين ونص. في ضرائب، ما بعرف، في ضرائب على الديزل وعلى المحروقات. نفس الشيء. يس فوائد ثابته. طيب لحد الان مش راضي تدخل على التسعير، نحاول نفكفكها. يعني مهما حاولنا ما رح نقدر، بعدة محاولات من عدة جهات، من عدة ناس، من عدة خبراء داخل البلد. يبدو أنه القرار سياسي يمكن وليس اقتصادي. يمكن جايبينها من مثلث برمودا. لا، هي بترجع أنا متأكد هي بترجع للميزانية وعجز الميزانية وإيش الاحتياجات الفعلية لكل البلد. خلينا نروح على يعني شق آخر، يعني تأثيرها على المواطن وعلى تكاليف حياته. أنت بتحكي مش بس بنزين وكاز وسولار، أنت بتحكي أيضا كهرباء. كهرباء. أنت بتحكي كمان لما بترتفع أسعار البنزين بترتفع أسعار النقل مفروض، لكن يبدو أنه بتكبح الحكومة جماح النقل. يرتفع مظبوط. لما بتروح البنزين داخل في كل السلع، يعني تأثيره على كل السلع. يعني أنت بتلاحظ، يعني أنا فوجئت هذيك اليوم انه جماعة اللي بيستوردوا رز بطل فيه بالسوق اليوم 5 كيلو و4 كيلو، في 3 كيلو و70، 4 كيلو و80. يعني بنزلوا الكمية وبحافظوا على السعر، بحافظوا على السعر
وما بعرف اذا اين يعني جماعه المواصفات من هذا الموضوع المهم اللي بلاحظوه المواطنين، يعني بنزل الكميه بالكيس لكنه بحافظ على السعر، هل هو غش؟ هل هو تحايل؟ هل هو مشروع؟ يعني هل يجوز ذلك؟ هذا موضوع اخر بدنا نفرد له حلقه، لكن برضه بنطبق على نفس موضوعنا لانه بدخل بكل السلع بالنقل و فما هو تاثيره على المواطن؟ إن نتفرج على الصورة الكبيرة شوي، إحنا كمية استهلاك أو حصة المواطن من كمية الكهرباء السنوية تقريبا 1697 كيلووات ساعة. نعم. هذا إيش بيعني؟ مع أنه المتوسط العالمي 3300 تقريبا. خذ على سبيل المثال دول بالجوار عنا، تركيا 2845. نعم. فإحنا المتوسط تبعنا بدل على أنه إحنا بلد غير صناعي، ما في عندنا صناعة. نعم. ارتفاع تكاليف الكهرباء بالأردن بيؤدي إلى هروب الصناعة من البلد، وهذا الحكي موجود عندنا بآخر سنوات. نعم. إذا بتتذكر مرة حكينا بأنه بكل دراساتنا باستراتيجياتنا لقطاع الكهرباء بالبلد كانت دائما تنبنى على نمو 5%. نعم. وهذا النمو كله تهرب، لأنه النمو الفعلي كان ليس من الاستهلاك المنزلي، النمو الحقيقي كان لازم أكون مفروض من القطاع الصناعي. نعم. بينما أنا لا، هو بس مش القطاع الصناعي، أيضا على الخدمات، على الاستثمار، وهذا رح يأثر على كل شيء. هذا رح كل فأنت على فأنت هربت إذا قطاع الكهرباء عندك عالي، هربت الاستثمار، أنت هربت الصناعة، طلعت التجارة برا البلد، صار تكلفتها عالية، فبيصل للمواطن السعر بتكلفة عالية جدا، زي ما تك بيؤدي للتاجر إنه يؤدي لطرق مختلفة، بدل ما يعطيك الكيس الرز بالخمسة كيلو صار يعطيك 3.5 كيلو هو بنفس السعر. يعني أنا بعتقد أنه زي ما تفضلت أنت، المواطن قاعد بيشتري تنكة البنزين مرتين، بدفع حقها مرتين 100%. يعني بديش أضرب المثل، أنا الحكومة بتتعامل بمعادلة غريبة، اشتري قطعة واحصل على الأخرى مجانا، هاي الحكومة بتعمل هيك، يعني بتبيعك تنكة بنزين وبتاخذ حق تنكة أخرى 100% بلا أن تمنحك 100% هذه التنكة، لأنه رفعت عليك النقل، رفعت عليك بالزبط. الصناعة رفعت عليك كل شيء بالضبط. طيب يعني في مقارنات مع دول أخرى، دائما هو بيطلعوا لنا مقارنات بيقول لك لا إحنا أقل من لبنان، أقل من مصر، أقل من السعودية، أقل من تركيا، إذا بدك تحكي عن الإقليم ودك تبعد شوي والله أوروبا أغلى. في مقارنات يعني فعليا إحنا عنا كلفة الإنتاج الكيلووات ساعة أعلى من كل البلدان اللي حوالينا. هذا كهرباء. كهرباء. بدك تقارننا بمصر على سبيل المثال، أنا عندي الكلفة تقريبا 11 سنت، في بمصر 3.6 سنت. ففي فرق، في فرق شاسع. نعم. إذا بدك تروح على تركيا كمان، تركيا تقريبا 8.9 بتوصل لغاية 9 سنت، أنا لسه عندي 11.1. بالنسبة لأسعار البنزين عندنا أعلى من عندهم بكثير. يعني مع أنه يمكن بنزين مثلا في دولة زي تركيا سوق حر، لسه عندنا أعلى من تركيا بكثير مقارنات بيننا وبينهم. سوريا مثلا المجاورة. طبعا وإحنا طول عمرنا من يعني تهريب البنزين من دول المجاورة طول عمره موجود. ولا عمره ما راح ينقطع، لأنه أسعار بالبلدان اللي حوالينا أقل. كلها أقل بكثير. أقل بس بكثير. تروح على الرمثة بتشوف السيارات، بتشوف اللي السيارات بتبيع الموجودة من سوريا ومن كل الدول. يس. طيب في نسب معينة بالمقارنات، يعني مثلا يعني مصر. بيننا وبين مصر احنا تقريبا 3 أضعاف السعر الموجود تركيا. في مصر احنا زيادة عن تركيا ب 25%، من 25 إلى 30%، زيادة عن لبنان من 25 إلى 30%، اللي هي تعتبر من أغلى دول من ناحية المعيشة. لو رحنا أوروبا شوي احنا اغلى، طبعا اغلى بكثير. احنا اغلى من امريكا، احنا اغلى من كل دول الاوروبيه. اسيا احنا من اغلى دول العالم الحمد لله. احنا من اغلى الحمد لله. يمكن ترتيب الاردن من ناحيه غلاء البنزين الثالث الرابع الخامس من بين الدول العشرة الاولى يعني، وهذا لا ضير يعني وغير مستغرب ولا يثير الدهشه لما بطلع بالاحصاءات انه عمان من الاعلى كلفه معيشة. بالمعيشة في العالم ضمن الإحصائيات الدولية الأخرى. مقارنة بالدخل. طيب نحاول نتصل بنشرك صديقنا وأخونا سيد جواد عباسي، ما بعرف إذا جاهز بالاتصال. طيب اتصلوا فيه خلال ما إحنا بنحكي. طيب بالعالم شو في آليات تسعير معروفة عليها توافق؟ يعني بدي أروح أجيب هالستايل النموذج وأجي أحطه بدون عقد.
شو هو النموذج اللي بيناسب الدوله الاردنيه وكل التوصيات اللي عم تطلع من مقارنات مع دول تستورد زي احنا دول غير منتجه بديش دول غير منتجه شو التسعير اللي بها؟ مش تسعيره، هي المفروض انه تنعمل تسعيره سنويه، هاي التسعيره ثابته طول السنه، بس اسعار النفط مش ثابته بالعالم. معشان هيك انت بالمقابل بدك تعمل زي صندوق، سميه صندوق دعم الطاقه، دعم المنتجات النفطيه او قطاع النفط والغاز. هذا الصندوق انت خلال السنه ثبتت سعره، وسعر النفط مش ثابت، لما يرتفع النفط فانت بتعوض من الصندوق، لما ينزل النفط انت بتغذي هذا الصندوق. فهي الفكره، هاي افضل فكره لبلد زي الاردن، دوله غير منتجه للنفط، صندوق دعم النفط والغاز، وهذا الصندوق دائما يكون اللي بيغذيه الضرائب الحكوميه اللي بتاخذ الفرق ما بين اعلى سعر واقل سعر خلال السنه كامله. انت قبل الحلقه حكيت لي انه حتى لما وصل سعر برميل النفط 150 دولار ما وصل سعر البنزين عندنا حاليا بهذا السعر الحالي. طب ايش اعلى سعر تاريخيا وصل له؟ هذا اعلى سعر تاريخيا حاليا، اعلى سعر على مدار ال 20 سنه الاخيره، هذا اعلى سعر التي مضت. طب لماذا لا تنسحب الحكومه من التسعير وتتركوا لعوامل العرض والطلب أو عوامل السوق؟ خلينا نحكي وهي سمحت باستيراد البنزين للشركات، لكن حطت لها سقوف ونسب ومنعتهم من أنه يعني أمنيا كأمن. على فكرة في إندكس معين بسموه إندكس إنيرجي سيكوريتي، تعرف ترتيبنا 121 على مستوى العالم، 121 في دول أقل منا بكثير لسه عندهم ترتيب أفضل منا. إذا أخذ قبرص مثلا 109 ولا أخذنا تونس 107، ففي دول أفضل منا بكثير. يعني بمعيار الشفافية معناته إحنا ما عندنا أمن التزويد. هذا الدولة ما رح تطلع الدولة، لأنه كمان مرة المليار و500 مليون هذولا مش عارفة كيف بدها تعوضهم، بأي طريقة بدها تعوضهم. يعني هي بتأخذ ضريبة، يعني ضريبة، إذا الضريبة ظلتها بالنسب العالية الموجودة حاليا معناته حتى لو دخلت شركات التوزيع فرح تكون المنافسة على إيش؟ صحيح. طيب بسيطة جدا. بدنا نرحب بالسيد جواد عباسي. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله الحمد لله، أعطيك العافية. أكيد يمكن كنت معنا بالحلقة، سمعت بعض أطراف الحديث، كنا بنناقش الطاقة وأسعارها وبنسأل لماذا كلفة الطاقة بالأردن عالية ومرتفعة مقارنة مع الدول. يعني والمواطن يراقب، يعني بطل اليوم المواطن غير مطلع، المواطن بيشوف أسعار عالمية. يعني صار المواطن الأردني بيعرف سعر البرميل ومكوناته والمشتقات اللي فيه، وبتابعه في سعر دبي وبرنت والعربي الخفيف والعربي الثقيل. يعني المواطن صار يعرف كل أنواع البنزين، صح، والزفت اللي بيطلع منه والكيروسين والكله. فليش، شو التفسير، شو ما هو التفسير ذلك؟ لسبب رئيسي، أولاً نحن عندنا الضريبة، يعني في علينا ضرائب كبيرة على المحروقات. نعم. يعني مثلاً بنزين 90 اللي هو الأكثر استخداماً قبل الشعب، ضريبته على اللتر 37 قرش. نعم. فبنصف 2020 كانت ضريبة 37 قرش، وسعره واصل مع شامل كل الكلف اللي بتحملها الحكومة عليه أقل من 28 قرش، يعني كانت تقريباً 150% الضريبة نسبة. هلا بشهر 8/2021 ظلت 37 قرش، لكن سعره نفسه هو صار تقريبا فوق 46 قرش اعتقد، فصار 83. فالمشكله عندنا اساسا بالضريبه، لكن كمان المشكله الثانيه انه ما في تنافس بقطاع المشتقات النفطيه، يعني لانه مش مفتوح. مش مفتوح، يعني صح عندنا شركات تسويق ثلاثة وعندنا محطات بنزين، لكن كله محدد هوامش ربحه من الحكومة، أعتقد يعني بأريحية زيادة عن اللزوم، وكذلك كل ما في تنافس بالاستيراد. فعشان هيك في عندنا نقطة إنه السعر محدد للحكومة عليه ضرائب عالية. بس بدي أنوه شغلة مهمة. تفضل. هالحكي مكشوف، يعني موازنة 2021 صادق عليها مجلس النواب الأردني وصادق عليها مجلس الأعيان الأردني، فيها بكل صراحة الحكومة بتقول أنا بدي ألم ضرائب على المحروقات بما يتجاوز المليار دينار،
وهالقد الضريبة على كل لتر، يعني مش شغلة مع كل احترام يعني هم محايدين الأسعار العالمية، كانوا متفاجئوا فيها. يعني هم محايدين الأسعار العالمية وفارضين على مدى السنة شو الضرائب على اللتر، على اللتر فارضين ضريبة. لكن النقطة المهمة بدي أحكيها بكل صراحة، مجلس النواب الأردني وافق على هاي الموازنة. نعم نعم. ببداية السنة موازنة 2021 محطوط فيها شو الضرائب على المحروقات، وانها راح تكون على كل لتر. فبتفاجئ أنا من النواب اللي بتصرفوا كما لو أنهم يعني متفاجئين بالوضع. ما أنتوا صادقوا على موازنة، هم صادقوا على موازنة وهلأ بيحتجوا على الضرائب عليها وعلى الأسعار. على كل يعني أن تستيقظ متأخر أفضل من أن لا تستيقظ أبدا. لكن أنا بدي أسألك أيضا سؤال آخر، ما بعرف، أنا وضيفي السيد فراس عم نناقش تسعيرة يعني وبنحاول نفك شفرتها. يبدو انه حتى الخبراء بالاردن مش عارفين يفكوا شفرتها. بدنا يا ريت اللي وضع هاي المعادلة يظهر الى العلن ويحكي لنا كيف تم وضع هاي المعادلة. هل انت عندك هذا السر؟ هل عندك هذا السر؟ هي مش سر، لكن هي مبحبحة كثير لكل شبكات التزويد. ومش يعني خلينا نكون نرجع شوي لقبل 15 سنة تقريبا، كان في سياسة رئيسية في الأردن انه انا بدي احرر سوق المشتقات النفطية وادخل في المنافسة تماما. نعم. اللي صار انه احنا زدنا على شركات التسويق، زدنا المحطات العاملة، لكن لغاية الآن الحكومة بتحدد السعر وبتحدد هامش ربح كل سلسلة التزويد من غير السماح بالتنافس دون هذا السعر. الحال بسيط، يعني احنا كدولة محاطين بخطوط برية، يعني عندنا حدود برية مع دولتين نفطيتين العراق والسعودية. ليش انا بس بستورد قاعد من العقبة عبر ثلاث شركات توزيع؟ ليش ما اسمح لكل كازية تستورد مباشرة مشتقات نفطية؟ طيب لا، التسعير معادلة التسعير نفسها، ما هو معادلة التسعير ممكن إلها فائدة مفيدة، فائدة واحدة مهمة إنه أنت بتصير تستعملها كسقف للمشتقات النفطية. يعني أنت بتسعر شهريا على المعادلة هاي وبتقول ممنوع تبيع بأعلى من هذا السعر. لكن افتح المنافسة لكل شركات المحطات التوزيع في الأردن، لكل محطات محروقات في الأردن للاستيراد المباشر، والسماح لهم بالتنافس دون هذا السقف السعر اللي انت حاطه. يعني كنت أحكي أنا وضيفي عن مقارنات مع الدول، يعني أنت كل من زار الولايات المتحدة الأمريكية مثلا محطة محروقات على السايد هذا بتبيع بسعر اقل من محطة محروقات على السعر. في منافسة حتى بين هذا. وامريكا ضرائب عندهم قليلة جدا. نعم. يعني امريكا ضريبة المحروقات عندهم اقل بكثير من الاردن. نعم. على الجانب الاخر اوروبا الضرائب كثير اكثر من الاردن. يعني بس عندنا بالاردن الضريبة، بدي انوه شغلة ثانية، الضريبة هلا على لتر ال 80 لتر ال 90 البنزين 90 37 قرش. نعم. لو لم تحول حكومة الرزاز الضريبة لمقطوعة 37 قرش وخلتها ضريبة نسبية بنفس المعادلات اللي كانت موجودة والنسب الضريبية اللي غيرتها حكومة سمير الرفاعي، كان اللتر بيكون هلا دينار وعشرة تقريبا. فيعني لما حولوها لضريبة مقطوعة اللي بيصير انك انت لما يرتفع السعر كثير السعر النهائي ما بيرتفع، لأنه بصير في نوع من امتصاص صدمة الارتفاع ارتفاعا وامتصاص صدمة انخفاض إيرادات الخزينة لما ينخفض. نعم. يعني ما بعرف كأني فهمت انه التسعيرة يعني معادلة التسعيرة مرضية ولا مش مرضية؟ مش مرضية، لكن انا ازعجني بصراحة تصرف مجلس النواب كما لو انه ما كانش عارف. ما انتم صادقين على الموازنة من 8 اشهر. طيب تأثير ذلك يعني على المواطن وعلى الاستثمار وعلى الصناعة وعلى الكلف بشكل عام ولسه يعني هاي جدليه يبدو انه راح تصاحبنا زي كورونا. نعم نعم. تصاحبنا الى لازم نكون واقعيين. نعم. ما تتوقع من اي حكومه اردنيه تنزل اسعار النفط بالصيف. احنا هلا المغتربين موجود، اهلا وسهلا فيهم، موجودين. نعم. تاجروا سيارات او جايين بسياراتهم. عمالهم بيستخدموا تاكسيات واوبر وكريم. هذا سر جديد. مش راح تقلل سعر البنزين هلا الحكومه. اذا راح تقلل راح تقلل بشهر 9 او شهر 10 بعد ما المغتربين يروحوا. طيب سيدي اشكرك شكر جزيل. اذا ما بعرف عندك اضافه يعني اقتراح
ما هي الآلية التي تناسب الأردن؟ يعني فيش بعد المنافسة يا سيدي العزيز، وهي دعوة لمجلس النواب وفتح السوق. ما ركزوا بالمنافسة، العالم مش أحسن، مش إحنا مش أحسن من العالم، كل العالم في منافسة. نعم. بصير في عندك شفافية تسعير، وبصير في عندك والحكومة لها الضريبة، أحسن فاليو للمستخدمين، والخزينة لها الضريبة فقط. الضريبة بتحصلها زي ما دائما، ما فيها مشكلة بصير. آه آه. طيب أنا بس عندي سؤال أخير وبعدين يعني بدنا نتركك، لأنه أنا بعرف أنه طيب إحنا بنستورد عبر أرامكو صح؟ نعم. النفط مزبوط ولا لا؟ أعتقد نعم. إحنا ما بنجيب كميات بسيطة من النفط العراقي واللي هو بناسب مصفات البترول. هذا بالنسبة للنفط الخام أعتقد. النفط الخام أنا بحكي عن النفط الخام بعد أن يتم تجزئته لا بس تنساش أنت النفط الخام ما بيشكل أكثر من ثلث البنزين المستهلك. طيب في كويس. الباقي كله أنت لو ولا جاهز. أنت لو ولا اطلعت على على ما هو كمان أنا ليش حكيت المواطن صار يعرف، لأنه هناك نشرة تصدر فيها أسعار البنزين وأسعار الديزل وأسعار السلع وأسعار يعني الكاز، هاي النشرة موجودة في يعني لما بيجي واحد بده يستورد من الأردن بنزين بكون عارف النشرة تحدد السعر. ما بعرف أنا بالمقارنة هل الأسعار في الأردن يعني تتطابق مع هاي النشرة مثلا أو ما بعرف بكل صراحة ما بعرف، بس اللي بعرفه أن الحكومة بتستخدم نشرة بلاتس للمشتقات النفطية. الأهم سيدي العزيز خلوا الإكويشن هاي موجودة، لكن خليها سقف سعري، اسمح لمحطات البنزين تستورد، اللي بده يستورد من السعودية عن طريق البر، إن شاء الله لما تتحسن الأوضاع بلبنان وسوريا بسوريا يستوردوا عن طريق البحر المتوسط برضو عن طريق البر، بصير كل 4-5 كازيات يستوردوا مع بعض، مش ضروري يكون في عندك السوق مقسم بين 3 شركات توزيع صحيح. ومن غير منافسة حقيقية في السعر. صحيح. أشكرك سيد جواد عباسي كنت معي، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يسلموا. أعود إليك ضيفي العزيز. يعني طب ملف الطاقة هذا الساحر، يعني إيش العوامل المحيطة فيه، إيش الظروف، ليش سيبقى يعني ملف مقلق ومؤرق بالنسبة للمواطن، بالنسبة للحكومات، يعني حتى الحكومات يعني لا تفكر أن الحكومات سعيدة جدا بأنه هذا الملف يعني هو كذلك متشابك. ليش يعني ليش ما تكون أمور شفافة برأيك، ليش ما تكون سهلة؟ مشان برضو نخصص جزء الأخير من الحلقة للطاقة المتجددة، وأنت متخصص في الطاقة المتجددة، لكن قبل ذلك جاوبني على هذا السؤال، خلينا نتساءل فقط. إذا نتفرج على الصورة الكبيرة، نعم، أنا عندي عدة شركات توليد للكهرباء موجودة بالأردن صح؟ نعم. أنا وعندي شركة حكومية واحدة، نعم، والدولة بتملك 49% من واحدة من شركات التوليد، وبتملك تقريبا 40% من شركة توليد ثالثة، فأنا 55% من توليد الكهرباء بالأردن يعود لاستثمار أجنبي. نعم. شركات أجنبية. نعم. والدولة تقريبا حاليا 45% بس. نعم. هاي شغل، هذا كله استثمارات، هذا عند انا بدفعله على الاستطاعه تبعته، اخذ كهرباء ما اخذ كهرباء فانا مدفوع. لو انك تشوف الارقام اللي انا اشتريت فيها، اللي اشتروا فيها كهرباء بال2019 و2020 و2021، ارقام يعني تدمع. هلا راح نناقش هاي الأرقام بعد فاصل، مضطرين نطلع فاصل، بنرجع بنكمل، ابقوا معنا فاصل ونعود بعد قليل. الأرض استقرارنا.
مساء الخير مجددا واهلا وسهلا بكم. كنت انا قبل الفاصل يعني حكيت عن المعادلات في الدول الاخرى والاسعار ومشكله الطاقه والاستثمار الاجنبي في الطاقه وحصه الحكومه فيها. نكمل هذا بعدين بنحكي عن الطاقه المجدده. تفضل. حصة الدولة بشركات توليد الكهرباء لا تتجاوز 45% و55% منها استثمار اجنبي. فهي واحدة من المعضلات، وهذا الاستثمار الأجنبي مدفوع له على قدر الاستطاعة تبعته، يعني وعنده قدرة توليدية على سبيل المثال 573 ميجا، فأنا بعطيه على القدرة التوليدية تبعته، ولد ما ولد فأنا أنا دافع ثمنها. على كلفة استثماره يعني. على كلفة استثماره بكل معنى الكلمة. وإذا بتشوف أرقام الشراء الكهرباء من هاي شركات التوليد على سبيل المثال، في عندي IPP3 وIPP4 مثلا قدرة تبعتهم التوليدية عالية جدا، بينما أنا مستغل واحدة من الشركات فقط من 8-9% من القدرة التوليدية تبعته، وواحدة من الشركة الثانية مستغل بس فقط 30%، بينما أنا دافع له 100%. فإذا بتيجي على الأرقام فهي مئات الملايين، وهذا الحكي له مستمر يعني تقريبا 4-5 سنوات. إذا بتيجي على التوتال فمتك عن مئات الملايين، وبالأخير مئات الملايين هاي راح تنزل على فاتورة الكهرباء، على تكلفة الكهرباء. نعم. فراح راح يدفعها المواطن. صحيح. سبب ثاني رئيسي عندنا الفاقد عالي جدا جدا جدا. على سبيل المثال التوليد، الفاقد بشركات التوليد على مستوى العالم 1%. احنا عندنا بالأردن الفاقد لشركات التوليد وصل بالسنوات السابقة ل 2.67-2.6، وأفضل إشي كان بال 2019 2.18، يعني أعلى بضعف وشوي من الفاقد العالمي. شركات النقل، إيش معناها شركة أردنية شركة وطنية شركة حكومية، الفاقد بالنقل عندنا بالأردن حاليا عم بوصل ل 2.25، على مستوى العالم 1%، من 1-1.25. بشركة نيبكو بالسنوات السابقة كان 1.65-1.68-1.7، بآخر سنوات عم بيزيد الفاقد بطريقة مش طبيعية لدرجة أنه وصلوا إلى 2.25. المشكلة الكبيرة والداهية الكبيرة بشركات التوزيع. نعم. بيوصل عندهم الفاقد على الورق 13-14%، 10.5%، 11%، 13.2%، بوصل 14%. إذا أخذت الفاقد الكلي فقاعدين نحكي عن 18%، وفعليا عم بيحكوا عن 24%. معناته أنا وإنت من كل فاتورة كهرباء بندفعها في 25% بدل فاقد بندفعها. يعني من كل دينار في 25 قرش قاعد بدفعهم. هاي اللي بتطلع على فواتير أول السنة. طبعا هاي دائما موجود، فعم ندفع بدل قبل فاقد. قبل ما نفوت على موضوع الطاقة المتجددة، عندك فكرة ليش رغم أنه تقرير سبب انقطاع القطاع المفاجئ للكهرباء اللي صار في الأردن، بس عندك سبب ليش فكرة يعني ما الذي حدث؟ شوف أنا أنا ممكن أحكي سيناريو وأنا بحكي وأنا متأكد إنه مستعد أجادل فيه العالم كله. تفضل يا ريت. بس هذا السيناريو ما بعرف إذا حقيقة ولا لا. بس أنا بدي أحكي جملة قبل ما أحكي إيش السيناريو. الشخص الوحيد وللأسف اللي ما حد استضافه أو ما حد استضافهم، والشخص الوحيد اللي ممكن يحكي السبب إيش اللي صار فعليا، اللي غرفة التحكم الموجودة في شركة كهرباء الوطنية. نعم. بس غرفة التحكم ما حدا جاب سيرتها، ما حدا جاب مين رئيس غرفة التحكم، ما حدا جاب مين اسماء المهندسين اللي كانوا مناوبين بهذاك اليوم. هذول الأشخاص يستطيع أن يحكي لك بالتفاصيل. ما دور عليهم للأسف ما حد استضافهم. لا ولا حد ولا سألوا ولا أي وسائل إعلام ولا مجلس نواب ولا مجلس أعيان ولا حد. ما هو راحوا فينا على مسار تاني. لأنه أبسلوت لأنه صار في مسار مختلف. بس إذا أنا بدي أحكي لك سيناريو من عندي وسيناريو علمي، إنه بهذيك اللحظة إذا بتلاحظ كان عندي طاقة متجددة شغالة. نعم. وكانت الطاقة المتجددة يبدو أنه إنتاجيتها أعلى من إنتاجية الكونفنشن محطات الطاقة التقليدية، فهذا بسبب عندي عدم توازن بالشبكة بشكل مخيف جدا.
فممكن يكون السبب انه ما كان في برنامج محكم من قبل مركز التحكم بحيث انه يعرف امتى يشغل وامتى يطفي الطاقم تجديدي وامتى يشغل وامتى يطفي. ليش راحوا على ارتفاع الطلب المفاجئ في مصر مثلا؟ ليش لاموا مصر؟ انا الجانب المصري ما تنسى الجانب المصري طلع مرتين كذب روايه الحكومه الاردنيه بالمرتين طلع وانكر وكذب روايه الحكومه الاردنيه. نعم لانه ما في عنده سبب ما عنده خلل. استهلاكهم هم طبعا فلكي بالكهرباء. احنا بالنسبه لهم يس احنا جزء من محافظه من محافظات مصر. نعم. مشان هيك يمكن صار في الطاقه الانتاجيه عندهم هذا سبب انه صار في خلل يعني. لا مستحيل مستحيل ما دام عندهم ما في خلل فني بمحطات التوليد تبعتهم. ما في محطه توليد كبير. لا ما في صار ما في محطه التوليد كبير طلع الكهرباء راحت ورجعت. ابسولوت. احنا يمكن صار في طلب فجائي مثلا ارتفع الطلب ل 300 ميجا 400 ميجا. هم حكوا انه في صار في ارتفاع مفاجئ لاول مره يحدث في الاردن انه خلال لحظه صار في ارتفاع 300 ميجا فكانت هي سبب رئيسي وانا المحطات التقليديه تبعتي متجهزه. نعم. وانا بدي وقت حتى اجهزها من 6 ل 8 ساعات. خلينا نستغل الوقت ونحكي عن الطاقه المتجدده. لا تزال موقوفه تراخيص وهناك من يلوم مشاريع الطاقة المتجددة أسعارها بدت عالية ولا تزال عالية بعضها عالي بعضها نزل ما نزلوا الأسعار وأنه في شبه يعني شركات معينة تتحكم بالسوق. أعطيني نظرة يعني سريعة عن سوق الطاقة المتجددة وليش الحكومة يعني لا تزال يعني أغلقت هذا الباب حتى إشعار آخر يعني ما فيش تاريخ محدد لبدء أو استئناف الطاقة المتجددة مشاريع الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة توجه عالمي وليس توجه محلي أو توجه إقليمي. كل دول العالم اللي تخطط لأربعين سنة لقدام ولعشرين سنة لقدام لألفين وخمسين عم بيخططوا لتوجهاتهم كلها على الطاقة المتجددة. نعم. ومن يخرج هذا الإطار فهو خارج نطاق التوجه العالمي خارج. نعم. العالم كله. نعم. فأنت بتطلع برا. فإحنا لازم تكون كل خططنا إنها تكون موجهة نحو الطاقة المتجددة. نعم. عملية الإيقاف الدولة عندها سبب عندها أنا برأيي الشخصي هناك في سببين. السبب الأول اتفاقيات الطاقة التقليدية اللي مقيد الحكومة مغطيتها تربيط الغاز وأيضا بغض النظر أنه غاز ولا ديزل ولا وقود ثقيل ولا على الفحم المهم كل مشاريع الطاقة الموجودة التقليدية هاي مربطة الحكومة تربيطها مش طبيعية لأنه عم نحكي عن تقريبا 5000 ميجا 5000 ميجا كلها اتفاقيات طويلة الأمد. أقدم اتفاقية كانت بال 2008 وهي الاتفاقيات مدتها 28 سنة 27 سنة بتوصل إلى 30 سنة معناته من 2008 ل 20 سنة بدي 2028 هي أقدم اتفاقية. في عندي بال 2014 في محطة 485 ميجا محطة توليد الزرقاء بال 2018 بلشت إنتاجيتها يعني إلها ثلاث سنوات. لذلك هاي اتفاقيتها لسه بدها كمان 25 سنة عبين ما تنتهي. ففي اتفاقيات طاقة تقليدية مقيد الحكومة بطريقة مخيفة. في رؤية ما كان في استراتيجية واضحة في ذلك. أنا سمعت من واحد يعني من واحد من أعضاء مجلس النواب لما طلع على إحدى البرامج حكى إنه في ناس توهت الحكومة ضحكت على الحكومة. هو مش هيك. هو كان في أخطاء معينة بالاستراتيجيات بالذات بنسبة النمو. نسبة النمو هاي أدت الحكومة اللي إنه الحكومة أخذت قرارات غلط. على سبيل المثال مثلا واحد منهم محطة توليد الزرقاء كان مفروض 485 ميجا بدل ما أبني محطة تقليدية هذول ببني فيهم 2 جيجا شو اسمه طاقة متجددة. نعم. 2 جيجا طاقة متجددة بحرك السوق الأردني لمدة 10 سنوات لقدام. نعم. بحرك كامل السوق الأردني. نعم. 2 جيجا طاقة متجددة عم نحكي عن 2 مليار دولار. نعم. فإنه في تحريك للسوق كاملة. نعم. هي كان الخطأ بالدراسات بمعد الدراسات إنه إحنا متجهين نحو نمو وللأسف إحنا ما اتجهنا نحو نمو. إحنا بالعكس إحنا بسبب ارتفاع تكاليف بسبب الضرائب العالية على قطاع النفط والغاز أدى إلى ارتفاع تكاليف طاقة. نعم. الكهربائية. نعم. فأدى إلى هروب الصناعة من البلد. نعم. فإحنا هربنا. إحنا طلعنا برا. نعرف شو مستقبل الصخر مشروع الصخر الزيتي يعني إلى أين وصلت التحكيم دولي للأسف. نعم. الشديد إنه إحنا وصلنا لمرحلة كنا نتغنى إنه إحنا عم في عنا أمن تزود بالطاقة من مصادر محلية سواء كانت طاقة شمسية وطاقة رياح بالإضافة إلى الصخر الزيتي. فرجعنا كمان مرة محطة الطاقة التوليدية 5000 هذولا مقيدات الحكومة بطريقة مخيفة أدت إنه لتوقيف أو
توقيف الاتفاقية والتحول للتحكيم الدولي فيها. الحكومة بتتجه إلى فرض ضريبة على يبدو للتقييد لمزيد من التقييد مشاريع الطاقة المتجددة حتى للأفراد، ضريبة على تبدأ يعني أنا بمجرد ما تولد. أنا مع الدولة بفرض ضريبة معينة. لو أخذنا على سبيل المثال، إذا بتذكر تصريح لمعالي الوزيرة الحالية معالي المهندسة هالي الزواتي، مرة حكت إنه بدنا نفرض ضريبة على الطاقة المتجددة بدل تخزين. هي كانت التعبير غلط عندها. بينما لو فرضت الضريبة هاي وحكت كيس معينة بأرقام معينة، أنا متأكد أن الشعب الأردني كله رح يأيدها. على سبيل المثال كانت بدها تفرض ضريبة على كل واحد مركب طاقة متجددة قديش هو استهلك من الشبكة، قديش سحبت من الشبكة بس. نعم. عملية سحبك من الشبكة مقارنة مع إنتاجيتك رح تكون قليلة جدا. على سبيل المثال الجامعة الهاشمية عندها محطة طاقة شمسية 5 ميجاوات، كانت فاتورتها السنوية تقريبا 3 مليون دينار تدفع للدولة. بأول 3 سنوات 3 مليون دينار تحولوا إلى دينار شهري، 3 مليون دينار تحولوا إلى 12 دينار. معناته أنا خسرت خسارة فادحة جدا. لساتها بتستخدم الشبكة، بس أنا مش مستفيد منهم، ما بدفعوا رسوم. فكانت الرسوم لو أنا دفعتهم رسوم بنفس المقدار اللي حكت فيه المهندس هالي زواتي بهذيك الأيام، كان بيطلع معدل الرسوم تبعها سنوي 36,000 دينار. نعم. إذا بتيجي ل 36,000 دينار مقارنة بالثلاثة مليون، فبشكل 1% 1.5% بس من قيمة الفاتورة اللي كانوا يدفعها، فالمبلغ مش عالي أبدا. احنا يعني أنت على مستوى البيت، افرض إنه أنا بنفس النسبة على مستوى المنزلي، أنا كانت فاتورتي 100 دينار، ما أنا هسه بتنزل لي أصلا دينار إجباري إذا أنا ما بدفع، إذا مركب طاقة شمسية هي بدها تضيف كمان 1.5 دينار، مش هذاك المبلغ، مش بدل استخدام شبكة مش مبلغ أبدا. صحيح. كان صحيح. الكل بوافق عليها. هي كان التعبير عندها إنه بدل تخزين، هي مش بدل تخزين، كان لازم نكتب بدل استخدام شبكة كهربائية، وأنا مع هذا التوجه بصراحة. سيد عزيز احنا دهمنا الوقت. الله يسلمك. شكرا لك. الله يعني في الختام، يعني هذا ملف سيبقى في محل جدل واشتباك وتشابك بانتظار وزير طاقة ربما أو حكومة جريئة تفك وتريح الناس وتتعامل مع هذا الملف بشفافية أكبر. في ختام أشكرك، كنت معي بالاستوديو السيد فراس البلاسمة وخبير في قطاع الطاقة والنفط، وأيضا عبر الهاتف كان معي السيد جواد عباسي وهو محلل اقتصادي ومتخصص أيضا في مجال الطاقة، ودمتم برعاية الله.